أهلا بكم. اليوم سوف نتحدث عن أمر طالما أرق البشرية جمعاء، ألا وهو الموت، النهاية الحتمية لكل الكائنات الموجودة على سطح كوكب الأرض. ولكننا لن نتحدث عن موت الكائنات الحية الأرضية، بل عن موت النجوم والكواكب، مع مراعاة الفارق بين نهاية البشر وموتهم ونهاية الكواكب والنجوم. فهناك عدد لا نهائي من النجوم التي تنتهي بطريقة تعرف بالطريقة الإنجليزية، وتعني أن النجم أو الكوكب ينتهي في صمت دون أن يلاحظه أحد، ونجوم أخرى تموت وتنتهي بطريقة أكثر ضوضائية. فالموت واحد ولكن تتعدد الأسباب، ومن ثم ندرك أنه بالنسبة للنجوم إما أن يكون الفناء في صمت أو أن يكون على شكل انفجار كبير، فعدد النجوم لا يحصى ولا أحد بإمكانه حصرها، وما زال ذلك سرا من أسرار الكون الكبرى. ولكن بما أن الشمس تعتبر نجما من النجوم، إذن فكيف تموت الشمس؟ كيف تنطفئ الشمس وتنتهي؟ في هذا الفيديو سنحاول اكتشاف الجواب على كل تلك التساؤلات، ابقوا معنا. تناولت السينما مثل هذا السيناريو المعروف لدى الجميع، وهو بداية النهاية، والتي تبدأ بتحول الحياة إلى مجرد ثوان معدودة، حينما تنتظر البشرية نهاية كوكبنا، وهم في حالة من الذعر، لا يدرون ما عليهم فعله، ولكنهم في حقيقة الأمر لا يستطيعون القيام بأي شيء سوى توديع بعضهم البعض، وفي النهاية لن يحدث ما يتوقعه الناس أو المشاهدون، بالمعنى الأدق. ولكن هنا دائما يحدث ما يريده المخرج، فهو دائما يعتمد على عنصر الإثارة والتشويق. ففي الأفلام السينمائية يظهر ذلك الشاب الشجاع الذي يملك الاستعداد التام لإنقاذ البشرية جميعا والتضحية بنفسه من أجل الآخرين، وذلك من خلال تنفيذ ما ترامى إلى ذهنه من أفكار حول كيفية إنقاذ الكوكب، والتي تكون عن طريق جلب قنبلة هيدروجينية واصطحابها معه في سفينة فضاء والتوجه بها إلى الشمس المحتضرة، ثم يقوم بإلقاء وتفجير تلك القنبلة مباشرة في مركز الشمس، وبذلك يكون قد أنقذ البشرية من الهلاك. ومن ثم يعود الناس مجددا إلى حياتهم وللاستمتاع بالشمس وأشعتها. والكثير من الناس يؤمنون بمثل هذه الخرافات والأقاويل التي ليس لها أي أساس من الصحة، بل ويعتقدون أن النهاية ستكون مشابهة لذلك، أو أنه يمكن تخطي الأزمة بتلك السهولة. ولكن الحقيقة ستكون شيئا آخر لم يخطر على عقل بشر، ففي الأفلام المسيطر هو المخرج، أما في الحقيقة فكل شيء يسير بإرادة الخالق وحده. فجميع النجوم ستنتهي إلى نفس المصير وهو الموت، ولكن كيف؟ كيف سينطفئ نور الشمس؟ هل ستنطفئ فجأة؟ فباعتبارها أحد النجوم فمن المؤكد أنها ستنتهي في أحد الأيام، ولكنها لن تنطفئ فجأة، فهي ليست مصباحا يمكن تشغيله وإطفاؤه بكل سهولة. ترسل الشمس لنا في كل يوم القدر الكافي من الطاقة والدفء اللازمين لبقاء الكائنات الحية على الأرض، وذلك يكون بفضل التفاعلات النووية والذرية والانفجارات الهيدروجينية التي تحدث بفعل درجات الحرارة العالية في مركز الشمس. ففي كل لحظة تنتج الشمس كميات هائلة من الطاقة، والتي بدونها لن تكون هناك حياة على كوكبنا، لأن ذلك ما يلزم لاستمرار الحياة. ولكي نجيب على السؤال المطروح متى تنطفئ الشمس، فلا بد أن نعرف جيدا ما هي مصادر التوهج في الشمس، وإلى متى سوف تظل تلك المصادر قادرة على إنتاج الطاقة. فهذا هو ما نهدف إلى معرفته اليوم. تحتوي الشمس على مصادر للهيدروجين، والذي هو سر توهجها، ولكن هل يعني ذلك أن الشمس قد تضيء للأبد؟ يمكننا الإجابة عن هذا السؤال حينما نعرف خصائص تكون الشمس، وإن الشمس لا تستطيع أن تستهلك كل مخزونها من الهيدروجين، حيث أن نسبة الهيدروجين في مركز الشمس تمثل 2% فقط، و98% الآخرون منتشرة في الشمس ككل. وهذا يعني أن نسبة 98% من الهيدروجين لا تشارك بأي شكل في التفاعلات التي تحدث في مركز الشمس، وما يمدنا بالطاقة والدفء هو فقط ما ينتج عن 2% من الهيدروجين. وفي يوم من الأيام سينتهي الحال بالنجوم ومصادر الطاقة جميعا إلى نفس المصير، ألا وهو الموت أو التجوال والتيه في الفضاء بلا هدف.
وكما نعرف أن الشمس ليست وليدة اليوم، فعمر الشمس يقدر بعشرة مليارات سنة، وذلك وفقا لخصائصها وما تحتويه من هيدروجين وما تشير إليه أيضا مصادر الطاقة في مركز الشمس. وحتى الآن مر من عمر الشمس ما يقدر بخمسة مليارات سنة منذ تلك اللحظة التي ظهرت فيها الشمس بعد الانفجار الكوني العظيم، وهذا يعني أن الشمس مثل البشر بدأت حياتها وحتما ستنتهي. انقضت خمسة مليارات سنة من عمر الشمس ولم يتبقى لها سوى خمسة مليارات أخرى، وربما أقل بكثير حتى تصمت إلى الأبد. ولكن ماذا سيكون مصير كوكبنا عندما يحين الوقت وتبدأ النهاية، مع حقيقة أن نور الشمس من الممكن أن ينطفئ في أي وقت خلال خمسة مليارات سنة؟ بالطبع لن يتبقى الكثير من عمر كوكب الأرض وقتها، فالمتبقي بالفعل هو أقل بكثير من عمر الشمس، الجميع يعرف ذلك. ولكم الآن أن تطلقوا العنان لخيالكم وتفكروا في سيناريو النهاية. فكروا كما شئتم وكيفما شئتم، فالموت واحد، ولكن كيف سيكون؟ هذا ما لن نعرفه قبل أن نراه، وعندما يحدث ذلك فلن يكون لدينا الوقت لكتابة ما سنراه، لأنه سيكون وقتها بلا قيمة. شكرا على المشاهدة، وإذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي. وللمزيد من الفيديوهات العلمية والثقافية اشتركوا بالقناة. إلى اللقاء.